كان الإسرائيلي من ما تأسس من سنة 48 لليوم هو كان عنده سياسة نهب الأرض على مقولة إنه أرض بلا شعب لا شعب بلا أرض. شعبنا الفلسطيني في الداخل عمليا اللي بالنكبة حتى النكبة كان يعيش تقريبا 97% منه على الفلاحة وعلى الزراعة. كان هناك مخطط إسرائيلي للاستيلاء على منطقة بالقاموس العسكري بيقولوا منطقة رقم 9، وهي اللي احنا بقاموسنا العربي اسمها المل، والمل منطقة مش هينة يعني مش منطقة 80,000 دولم. كنا هون نزرع قمح وشعير وبطيخ، كنا نجي مع أهلنا ودغري تلاقينا سيارة يعني الجيش والدبابة المجنزرة ممنوع تفوتوا اليوم في تدريبات عسكرية. خطط هذا مش عن عبث أجا، لأنه منطقة جغرافية للتواصل العربي كانت، ما كانش فيه مستوطنات ولا شيء، حبوا يقطعوا الأوصال هاي. أخذنا أوامر إنه هذه المنطقة منطقة مصادرة، يعني قطعت جهيزته قول كل خطيبي ممنوع أن تفوتوا هنا على الأرض. ٢٦ اجتمعت لجنة دفاع الأراضي على أساس أنه أصدروا قرار بمصادرة عشرات الآلاف الدنومات من منطقة سخنين والجليل بشكل عام. عملوا اجتماع في المدرسة الثانوية بسخنين هون، اجتمعت رؤساء البلديات والمجالس المحلية حينه. رؤساء المجالس المحلية العربية كلهن عملوا اجتماع، وكانوا كلهن بمعظمهم متخاذلين ضد الإضراب. كان رؤساء مجالس محلية اللي خافوا، يعني 29/1 اجتماع بسخنين قالوا نعم مع 30 آذار، ومن الحياة المرحوم جمال طربي، توفيق زياد وبعض الإخوة رؤساء المجالس اللي وقفوا وقفة شجاعة. في قسم تراجع عمليا قبل أسبوع آذار بأسبوع، نادوا عليهم في الناصرة العليا مدينة يهودية، ومتصرف لواء الشمال قلن وحذركم إنكم قولوا إحنا ضد 30 آذار. كان المرحوم القائد توفيق زياد رحمه الله هو الوحيد اللي فرض وقلن عليهن وقلن إنه الشعب بده إضراب. وطلعوا بقرار إنه يوم 30 آذار يكون يوم الأرض، يوم الدفاع عن الأرض. فهذا الإشي ما راق للسلطات بالدنيا شيء، ليش تضرب؟ كانت الأجواء مشحونة جدا، لأنه السلطات الإسرائيلية ما استوعبت الموضوع، قالت لك شو هذول دهنين عملية يعلموا على الإضراب، ففوتوا قوات عسكرية كأنه عملية احتلال جديدة لقرى في زي عرابي وسخنين ودير حنا قبل بيوم بالليل. فجهزوا الجماعة عدة مواجهة كاملة، كانت قوات مع مجنزرات مع دبابات مع كل يعني فايتين على ساحة حرب. لكن ليلة الإضراب نفسه في 29/3 كانت الأجواء مشحونة جدا. في ساعات المساء دخل الجيش عمليا إلى سخنين، وعشرات الشباب اللي قاوموا دخول الجيش في ساعات الليل، يعني ليلة 30 آذار كان في جرحى، نزل 11 جريح مننا بذكر بهذيك الليلة. بنفس الوقت احنا بدناش نقول كمان كان منهم جرحى جنود وإشي من الشكل. في صبيحة يوم الأرض الساعة 4 الصبح إجانا تليفون
من شخص اسمه إسرائيل كينيج اللي هو متصرف لواء الشمال. فبالطبع طلب أنه يحكي مع توفيق وحكى معه، قال له أنا بحملك مسؤولية أي شيء بيصير في المنطقة. قال له مش أنت بتحملني المسؤولية، أنا اللي بحملك المسؤولية، أنت رح تكون مسؤول عن كل نقطة دم تسقط من شعبنا الفلسطيني. هذا الإضراب حق إلنا فيه، وهذا الإضراب له مطالب له أهداف. الجماعة اعلنوا هدنة وانسحبوا من بري البلد، راحوا عملوا قاعدة إلهن. نفس الوقت الجماعة مش يعني عملوا قاعدة لانسحاب ولا شيء، عملوا قاعدة تحضير لدخول البلد. صبيحة 30 أذار لما قال رافائيل إيتان اصعدوا عليهم دوسون اطلعوا عليهم، أجوا بتخطيط كأنه إحنا الدولة. وكان أول اللي يعملوا اللي نايم بالفراش ينتقلوه، والدار يكسروا الأثاث تبعها. الساعة 9:30 أحياء سخنين، الحي الجنوبي عائلة أبو ريا بكل الأحياء، عائلة الغربية الخلالي الشمالية عمليا انطلقت الناس عمليا في البلد وبدت تقاوم عمليا الجنود. فالناس كسرت منع التجول لما شافت يعني ابني نايم ميك القتلة ومعتقل، وبرا ميك القتلة ومعتقل، فالناس يعني أفاقت غصب عنها. تسبيتنا لأنه على الشارع كان ملان كل النسوان وشباب وأطفال وختيارية متجمعين يشوفوا شو اللي عم بيصير بهالدنيا. فأنا وقفت بحكي معهم، قالوا لي وين توفيق هسه كان هون؟ قالوا لي لا كان هون وطلع. فيش ثواني أنا واقفة عم بحكي معهم وإلا كتيبة الجيش تيجي توقف هون، بوقف القائد تبعهم وبقول أغلقوا المدخل الشرقي للبيت وإحرقوا البيت على اللي فيه. فأنا وقفت على باب البيت وقلت لهم مش رايحين تدخلوا، يا بتقتلوني يا بعرف شو بتساوي، أنا مش أسمح لكم، أنا طول ما أنا واقفة هون مش رح تقدروا تمروا. صار صدام طبعا بيني وبينهن بالإيدين وبالضرب وإلى آخره. فجأة كيف دخلوا الأمر أجا ودخلوا كأنه أجا أمر اطلعوا، فجأة طلعوا وإلا جاي كان هون واقف تلفزيون بلجيكي. فدخل وقال لي شو اللي صار؟ قلت له أنت كنت تصور؟ قال لي طبعا. قلت له أكيد شفت؟ فقال لي طبعا شفت وشفت كل شيء. أول ما استشهدت الشهيدة خديجة شواني والفرقة اللي ضربت الشهيدة نزلت من هون بعد ما خلصت الذخيرة تبعتها، فاتت على الدار هاي اللي ورانا، وهاي الدار كانت محل عام جمعية زراعية، فاستحموا فيها 4 جنود و3 شرطة. ما يقارب 7 يعني اعتقلوا في إحدى البيوت في الزقاق هناك، وكان يعني مفاوضات إنه تطلع من البلد إحنا بنطلع عمليا يعني الجنود المعتقلين. كان الله يرحمه المرحوم جمال طربي رئيس المجلس المحلي حينه قال لي عمي عندكم معتقلين وعندنا جنود، تطروا المعتقلين معتقلين يعني. حتى أنا سمعت صوت بريطانيا قالت يعني تبادل أسرى بين الأهالي وبين الدول الإسرائيلية. طلعنا وأنا كنت من اللي معي الجماعة، نزلنا الجنود يعني فكوا المعتقلين وروحوا، ونحن نزلنا الجنود وغربنا من هون مشينا مع الشارع. لو أنت وصلنا عند القاعدة الجماعة كمولنا على غش، لما استلموا أولادين رجعوا علينا برصاص رأسا ضربني أنا. وشو كانت العبارة؟ قال تفرح يعني ما تنهزمش لا تهربش اقتل. عشرات عمليا جرحوا، سالت دماءنا، أيدي قطعت وأرجل عمليا قطعت، واللي فيه دفع الثمن كمان فقدوا أعينهم من خلال الرصاص الطائش. وإحنا هنا وقعنا 8 جرحى، بناتنا حرمة واحدة وقعت هنا، ابن عمي هاي داره هنا أجت يساعدني، حملوني بالسيارة قوسوا علي. مش الكل راح لوين؟ للمستشفيات، كانوا خايفين من الاعتقالات. في قسم راح للمستشفيات، عشرات اللي إحنا عالجناهن وين؟ يعني في البلد كان طبيب واحد ب76 بسخنين، فقط طبيب واحد. لما طلعنا من هون طلعنا 3 جرحى بالسيارة،
هذا وكل ياتنا مغمى علينا يعني انا ثلاث رصاصات بجري مش وحدي. كان لي اخت هون معنا بالجهاد طبعا الشهيده شيخه عودت استشهدت باحداث يوم الارض ال 2000 استلم انا وقعت وانجرحت مسكت الحطه بتاعتها مسكت الحطه ولفت لي الجرح وشدته ومشينا. لما مشينا وصلنا كفر قنا الشاب اللي معاي المساعد مسك الحطه وقال لاهل كفر قنا قال لي يا عمي هاي دم اهل سخنين وصلكم الجماعه هذو على الجيش كمان ما لحقنا نصل مستشفيات الناصري الا جرحى جرحنا ورانا. وانطلقت الشراره في مثلث يوم الارض في قرى الرمي سخنين جرحنا وانطلقت الى جميع انحاء الى مدن الساحل الى يافا وحيفا وباللد وبالرمل وكان يوم مشهود وتاريخي بتاريخ جماهيرنا الفلسطينية. الجماهير العربية في الداخل قالوا لا نقبل الصمت ولا الخنوع ولا الخضوع. وطبعا لما اجت اخبار الشهداء زادت اصرار الناس على الاضراب ما خوفتهم بالعكس تماما زادتهم اصرار على التمسك في قرار الاضراب وانجاح هذا الاضراب وهذا ما كان. شعبنا ما نحييه لما نعرف شو صار بسخنين اهل عرابي طلعت واهل كفر كنا طلعت والناصري هذا البلد الغالي علينا يعني في يوم الارض قدم ما بيقدروا عليه عرفوا انه يعني جرحى سخنين مستشفيات الناصري مستشفيات العربيه بتعرف يعني فطلعوا وتبرعوا بالدم كل اهل الناصري طلعوا وتبرعوا في الدم عمليا في 30 اذار. مجموع الشهداء هنا احنا من عندنا من سخنين ثلاثه خديجة شواهني رجا أبو رياه خضر خليلي ومحسن طه ابن كفر كنا وخير ياسين ابن قرية عرابي وابن مخيم نور شمس استشهد في الطيبة يعني بجانب طول كرم عمليا رأفت الزهير. العلاج الصحيح يعني تعطلت اجري علاج شرايين فش علاج اوعيه دمويه فش بعد 8 سنين انا قمت طلب قطع اجري وقطعته يعني ب 82 قطعت اجري وركبت الاجري الاصطناعيه وب 30 اذار ال 83 انا مشيت على اجري.
أبو ريا كان عنده يعني أربع بنات، البنت الأولى ما شهدت يعني أبوها، حرموها عمليا من الأبوة. هذاك اليوم إنه والدتي بتحكي لنا كيف كان طبعا كيف قررت السلطة منع تجول، ورغم هن إن أرادوا إنه يكسروا الإضراب اللي قرروا الشعب، فوالدي خرج. شهيدنا حسن الله يرحمه شاب صغير بعده بأول عمره 15 سنة، زينا زي كل الناس تعرف طالعين، انت يما دير بالك عليه، الله يرحمها أمي كانت لي دير بالك عليه، أخوك دمه حامي. هنا عمليا في 30 أذار ذكرى الأولى في 76 كنا مجموعة من الشباب واقفين، وبتعرف يعني الحي حي أبو ريا وكمان الجيران اللي تجمعوا الكل يعني، وكان الجنود في الشارع تحت. كان هو على تل صغيرة، كان بمواجهات، كانوا مثله مثل باقي الشباب طبعا، صدور العارية وبالحجارة، هذا كان سلاحنا الوحيد يواجهوا دبابات الجنود. بدي يعني يطلقوا الرصاص علينا وإحنا موجودين هنا. الشهيد رجا قنص اقتنصوا أحد الجنود في جبينه، ترك ينزف حتى لقب أنفاسه الأخيرة. هاي الساحة هون بالذات هنا كانت معركة فاصلة مع الجنود. الجنود كانوا موجودين بهاي النقطة ويتلقوا إشارة من جميع النواحي. الشهيد محسن طه حامل حجرين بيده، حجر ضرب أول مرة عليه ورجع ثاني مرة بده يضربه حجر. هسه كان في الجندي قاعد غاد زي قناص متمكن، فأطلق الرصاص على محسن أصابه بصباحه، أصابه بالغ، ظل الحجر الثاني بإيده حتى لما بعد ما استشهد هو، حتى بعد ما استشهد الحجر في إيده اللي كان يعبر هو عن آخر رصاصة اللي ممكن يدافع عن حاله في من خلاله. طبعا فقدته يعني من حتى وانا يعني من وانا طفله، طبعا من مواعيد انا بستفقد له لوالدي، بس اكثر الايام اللي كنت استفقد له فيها يوم زواجي، لما انا طلعت من بيت والدي اللي تربيت فيه، طلعت وايدي مش عم تمسك بيد ابوي. في الذكرى الاولى ليوم الارض الاول كان في اجتماع عام في قريه سخنين اذا انا بذكر صح، فوقفت فيه وقالهم لقد كبر شعبنا في هذا اليوم في هذا العام أكثر من 20 سنة من ما كبر من يوم الاحتلال بفضل الشهداء، وذكر أسماء الشهداء الستة. أصبحت له قارة تطاول السماء، كانت الماضية وحدها كبرنا أكثر مما كبرنا خلال 28 سنة، هذا كان بفضل شهدائنا الأبرار بفضل محسن طه وإخوانه. إحنا كل سنة يعني في الذكرى بنعمل شهر يوم الأرض، بنطلع بنغرس أشجار الزيتون، بنقيم احتفالات مهرجانات عمليا،
بنعمل ايام دراسيه، بيجوا اهالي الشهداء بيحكوا عن يوم الارض، بيجوا كمان الجرحى بيحكوا عن حكايه الجريح، حكايه الشهيد، بنت الشهيد، ابن الشهيد. فهذا احنا موروث نضالي، تراث نضالي، تراث مقاومه، تراث تحدي اللي احنا بنحافظ عليه. وبعد 76 بتشوف انه هذه المنطقة اللي كانت للقمح والشعير مزرعة، كان قرار انه تعالوا اغرسوها بشجر الزيتون. اغرس زيتون، هذا الشجرة المقدسة، بتثبت انت الارض، بتثبت وطن. لنطلع قديش كمية زراعة الزيتون في الأراضي اللي غير المستصلحة قبل يوم الأرض، ومنقارنها بعد يوم الأرض بنشوف إنه في نسبة عالية جدا جدا من عملية استصلاح الأراضي وزرع الزيتون اللي هدفه إنه تشكيل ويشكل عامل أساسي من شأن التمسك في الأرض، في الأرض الفلسطينية. من 48 لغاية اليوم ولا مرة أجوا على يابور، كانت تتفلح. بس أنا القائمة تبعتي سودة عندين، لأنه ما يشوفوني غير أنا بالمنطقة. حتى بعد أحداث يوم الأرض أنا موجود بالمنطقة، راكب تراكتوري وبحرر. ثلاثين أذار كان هو انتفاضة تلقائية شعبية جماهيرية، لا للهون، لا للظلم، لا للخوف، لا للمصادرة، وبدنا أرضنا. وإذا إحنا يعني بنفقد أرضنا، إحنا بنفقد عمليا وجودنا. يوم الأرض شكل نقطة تحول أساسية في التعامل السياسي بين الجماهير الفلسطينية في الداخل وبين السلطة الإسرائيلية. إضراب يوم الأرض الأول كان مش بس شل المرافق الاقتصادية في دولة إسرائيل، يعني عملياً أنت أثرت على اقتصاد الدولة. هاي مردود يوم الأرض على هاي الناس، يعني اتحدت مع بعضها. وفعلاً إحنا لما نقول اتحاد قوة مش عن عبث، اتحاد قوة، وإحنا كنا قوة. استشهدوا لنعيش، جرحوا لنعيش، دفعنا الثمن عملياً لنعيش. وفي الشعب في العالم يعني بده حياة كريمة بدون شهادة، بدون استشهاد، وبدون تضحية. احنا على نفس الدرب ونفس المسير حتى آخر نفس وآخر قطرة من دمائنا، رح إن شاء الله نضل نحافظ على أرضنا ومتابعين لنصرة قضيتنا إن شاء الله. هاي أرضنا وهاي بلادنا وهذا وطننا، وأهلنا المشردين برا لازم يرجعوا، إلين حق العودة والبقاء ويرجعوا لبيوتهم ولأرضيهم. ابن حيفا برجع حيفا، ابن يافا برجع يافا، وبقولها وقلتها كذا مرة، اللي أجا من برا جايب أرض مشان يحملها ويروح، ما حجابوا أرض معاه. يوم الأرض شو قلنا؟ إحنا جزء من الكهف، جزء من الشجرة، جزء من التراب، جزء من الصخرة. الأرض تعيش فينا ونعيش بالأرض.